بسم الله. الحمد لله. هل يجوز لفتاة من أجل أن تسافر القاهرة للدراسة بدون محرم مع أنها تعود في نفس اليوم وهي ملتزمة باللبس الشرعي ولله الحمد؟ هذه مسافة سفر، مسافة سفر لا تصبح عادة، لا تصبح عادة، لأن المسافة مسافة طويلة وهي مسافة سفر، ومثل هذا لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى ومع رفقة آمنة.